لما صاحبك البخيل يعزمك عنده في رمضان. نورتنا والله يا ده فيكتوريا حبيبي. والله يا زميلي ده نورك، كل سنه وانتم طيبين. بقولك ايه، انا عايزك تنسي في الاكل ده كله، ما تخليش في حاجه. اتفضل يا زميلي. حبيبي حبيبي هات. ايه ده، هو انت يعني جايب لي عينات اجرب ولا ايه؟ هو احنا لسه هنجرب يا عم؟ المغرب ازل انزل بالتقيل يعني. هو انا يعني اشك في اكل امك؟ اكيد اكيد اكل زي العسل، مش محتاجه كلام يعني. لا هو ده الاكل كله، كل كل ما تتكسفش. نعم اكل كله ايه ده، ما يسلكش الحنجره اصلا يا عم. كل كل الاكل كتير اهو يا عم، بس انت خلصه بس. كتير ايه يا عم، ده شويه الحاجات دول انا بنقنق فيهم وامي بتعمل الاكل. وبعدين ثانيه ايه دي، اعمل بدي ايه يا عم؟ هو الواحد طير رجل فرخه دلوقتي؟ ده الكيلو منها بشيء وشويات. كل يا عم كل، ده اكل خمس نجوم. لا فعلا انت هتقول لي هو خمس نجوم فعلا؟ تعبت نفسك والله، ده ما ياكلش كلبه. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه الواحد اتنفخ اكل. ياه كل يا زميلي كل اكل. ايوه 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 واتنفخ كمان. انت هتقول لي يا اخي منك لله منك لله يا عم. كل ما تتكسفش بالهنا والشفا. اقوم بقى اجيب لك كوبايه ميه تحبس بها الاكل. ابلع يا جدع، هي معلقه الرز اللي انت جايبها لي دي ورجل الفرخه محتاجه تتبلع؟ يا زميلي انت تقصد ايه بالكلام ده؟ تقصد ان انا غلطان ان انا عزمتك يا عم؟ وربنا انا اللي غلطان ان انا جيت هنا اصلا؟ ده انت حتى يا اخي يا اخي جايب لي كوبايه ميه مش كوبايه عصير. انت خلصت اكل يا حبيبي؟ بالهنا والشفا، اهم حاجه يكون الاكل عجبك. ايوه ايوه يا عم الاكل كان جميل قوي، بس مش ملاحظ يا عم ان الاكل كان كتير شويه؟ لا كتير قوي يا حبيبي، احنا بيت اهل كرم وكويس ان الاكل عجبك. اهم حاجه بقى ما تنساش تدي الواد فيه نبني 53 جنيه ونص حق الاكل. ماشي